الكريم فاضل يسأل يقول: شخص عنده مبلغ من المال يقوم بتجميعه من فترة لأجل تشطيب منزله وحال عليه الحول، هل فيه الزكاة؟ الزكاة لها شرطان: أن يحول الحول وأن يبلغ المال نصابا، والنصاب 592 جرام من الفضة أو ما يعادله، أو 85 جرام من الذهب أو ما يعادله، هذان هما الشرطان. إذا توفر في المال المكنوز المجموع المدخر، سواء كان ادخره لزواج أو لمصاريف مدرسة أو لإيجار بيت أو لتشطيب بيت أو لشراء سيارة، طالما توافر هذان الشرطان أي بلوغ النصاب وحولان الحول، حلت فيه الزكاة. والزكاة ربع العشر، يعني مقدار المبلغ تقسيم 40، لو عنده 40 ألفا تقسيم 40 يعني فيه 1000 ريال، لو عنده 80 ألف تقسيم 40 فيه 2000 ريال، لو 100 ألف تقسيم 40 تقسيم 40 فيها 2500 ريال، وهكذا. صلى الله عليه محمد وآله وصحبه وسلم. تم تحليل صوتيا في عشية يوم الجمعة لثمان بقين من رمضان العام 41 و400 من العدنان عليه الصلاة والسلام.